إلى الحديدة، حيث تواصل الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها ميليشيا الحوثي الإرهابية في حصد المزيد من أرواح المدنيين جلهم من الأطفال. ويوم الأربعاء كانت مديرية الدريهمي مسرحا لحادثة جديدة راح ضحيتها مدنيان اثنان لسلسلة جرائم من هذا النوع تصاعدت مؤخرا. وقال مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي إن مدنيين اثنين قتلا نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في منطقة الحائط جنوبي مركز المديرية. وفي وقت أكدت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تسجيل زيادة في حوادث انفجار الألغام خلال شهر يوليو الماضي، وسقط أكثر من 100 قتيل وجريح في حوادث انفجار الألغام والعبوات الناسفة في الحديدة منذ مطلع العام الجاري وحتى يوليو الماضي بحسب بعثة الأمم المتحدة في المحافظة. إذا الوقوف حول هذا الموضوع، ينضم معنا الصحفي المعروف السيد مصعب عفيف. نرحب بك سيد مصعب معنا في أخبار المنتصف. إذا الألغام الحوثية تحصد الأرواح في محافظة الحديدة، دعنا بداية نبدأ بأكثر مناطق تلوثا في المحافظة. نعم، بكل تأكيد أكثر المناطق تلوثا بالألغام هي المديريات الجنوبية التي شهدت معارك في السنوات الماضية، تحديدا منذ 2017 يمكن القول بأن الحوثيين زرعوا أكثر من 334 يعني ألف لغم هذه الألغام فقط التي تم الإعلان عن نزعها من تلك المناطق، مديرية الدريهمي والتحيتة وأيضا الأطراف الغربية وسواحل مديرية بيت الفقيه، أيضا مديرية المناطق المحاذية أيضا والساحلية التابعة لمديرية التحيتة ومديرية زبيد. لذلك هذه المنطقة الخط الساحلي من الحديدة وصولا إلى الخوصة هي أكثر المناطق التي زرعت في الألغام على مستوى الحديدة وعلى مستوى اليمن أيضا. طيب سيد مصعب، زرعت، هل الميليشيا ما زالت تزرع الألغام حاليا؟ لأن حتى بعثة الأمم المتحدة تتحدث عن زيادة في انفجار الألغام. نعم، للأسف الشديد هذه البعثة تكتفي فقط بإصدار هذه البيانات والأرقام، بينما هي مهمتها الرئيسية التي من أجلها وجدت بحسب اتفاق ستوكهولم واحدة من المهام أيضا إلى جانب مهمة إيقاف إطلاق النار أيضا نزع الألغام. حتى الآن البعثة الأممية تفشل فشلا ذريعا في إيجاد حتى الخرائط التي يمتلكها الحوثيون، خرائط زراعة الألغام، هم زرعوا الألغام ولم يسلموا الخرائط حتى يتم عملية نزعها. حاليا الحوثيون لا يقومون فعليا بزراعة الألغام لأنه الجميع يعرف أن المعركة توقفت، والقوات الحكومية والقوات المشتركة التي يدعمها التحالف عادت إلى أدراجها إلى الخوصة. لذلك الحوثيون اليوم هم ليسوا بحاجة لزراعة ألغام جديدة، فقط هم حتى الآن يتحفظون على بقاء هذه الألغام التي هي موجودة في المناطق، في المزارع، في القرى، في منازل السكان، ويرفضون ويمتنعون عن نزعها، يرفضون نزعها ويرفضون حتى تسليم هذه البعثة الخرائط. وهذه البعثة فشلت حتى في انتزاع الخرائط والبدء بعملية تصفية هذه المناطق من هذه الألغام. الآن المدنيين الذين يسقطون هم يسقطون نتيجة الألغام التي تم زراعتها من 2017 إلى 2018، أي قبل 4 سنوات تقريبا. نعم، طيب في ظل حصد الأرواح الآن سيد مصعب، كيف يمكن توعية المواطنين؟ يعني كما تحدث أرقام كثيرة يعني، والألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين وخاصة الأطفال، هل يجي توعية المواطنين؟ التوعية لن تكون كافية لإيقاف حمام الدم الذي زرعه الحوثيون في الحديدة. الحل الجذري والمنطقي والذي دائما نطالب به وقد طالبنا به سابقا عبر قناتكم، أنه يجب أن تقوم هذه البعثة بدورها الحقيقي والمطلوب منها في تكريس كل الجهود الدولية والحصول على دعم لتدشين عملية كبيرة وواسعة لنزع هذه الألغام بمشاركة يعني بمشاركة فرق إقليمية وفرق حتى دولية، يعني تكون عملية إنسانية من أجل إنقاذ المدنيين وفتح الطرق
وتشبه إلى حد ما عملية إنقاذ السفينة صافر. تم تكريس كل الجهود الدولية لإنقاذ السفينة صافر. نحن اليوم نطالب بعملية تشبه تلك التي حدثت مع سفينة صافر لإنقاذ المدنيين وأبناء الحديدة في المناطق الساحلية وتحديدا مناطق جنوب الحديدة. نطالب هذه البعثة للقيام بدورها لتدشين عملية كبيرة لنزع هذه الألغام وحتى يتمكن حتى يتمكن المواطنين من العودة إلى قراهم ومنازلهم، لأنه التوعية كما قلت لك لن تكفي، لأنه حتى القوات المشتركة أو القوات الحكومية لا تعلم الآن أين هي الألغام. هي تقوم بعمليات مسح عشوائي، يعني عملية نزع الألغام التي تقوم بها الفرق التابعة للقوات المشتركة، تقوم بعملية نزع ألغام عشوائي بعد أن تحدث عملية انفجار لغم في منطقة معينة، يقومون بعملية المسح في المنطقة التي حدث فيها الانفجار، أي أنه بعد أن يحدث انفجار ويسقط مدنيين يمكنهم تحديد الموقع الذي فيه حقل الألغام وعليهم تصفيته. لذلك من المستحيل الآن توعية المواطنين وتحديد بالضبط أين تقع الألغام، لأن الحوثيون كما قلت يتحفظون على خرائط الألغام ولا يضعون أي يعني إشارات أو لوحات للمواطنين بعدم الاقتراب من هذه المناطق. هم يزرعون الألغام بتخفي يعني بشكل جيد حتى يقتلوا أكبر قدر من المدنيين في تلك المناطق. وهنا المعضلة سيد مصعب، كما تتحدث يعني الميليشيا تتكتم عن هذه الخرائط التي قامت بزرع الألغام من خلالها، فبالتالي يصعب حل هذه المشكلة. أشكر تواجدك معنا صحفي المعروف السيد مصعب عفيف، شكرا جزيلا لك سيد لانضمامك معنا.